طبعا يمكن انا برحب بالمنصه طبعا الموجوده، واحنا بنقول لهم انتوا في مكانكم في بلدكم في مصر بلدكم التانية اكيد. بنرحب طبعا بكل الفرق اللي هي هتمثل منتخبات بلادها تحت 20 سنه، وان شاء الله تكون بطوله تليق بمصر ان شاء الله ومنتخب مصر. زي ما نقول منتخب مصر بالصفه دي رئيس الاتحاد المصري ان شاء الله باذن الله يكون لهم نصيب الفوز بالبطوله ان شاء الله. بشكركم على حضوركم وان شاء الله احنا مستنيين تسالوا في كل حاجه ان شاء الله باذن الله. في البدايه اكيد ما نتمنى ان شاء الله باذن الله وكلنا دعم طبعا لمنتخبنا واجاله منتخبنا، ان احنا ان شاء الله باذن الله عندهم هدفين مش هدف واحد. الهدف الاول هو الوصول ان شاء الله باذن الله لكاس العالم، والهدف الثاني هو تحقيق بطوله امم افريقيا ان شاء الله. لازم كلنا ندعمهم لان طبعا هم لعيبه لسه طبعا شباب ولعيبه لسه صغيرين. احنا ده دورنا احنا كاعلام، حتى ولو في زي ما انت ذكرت ان في بعض المشاكل سواء في المباريات الوديه، انما احنا ده دورنا في الوقت الحالي ان احنا ندعمهم ونديهم ثقه كبيره جدا، وكلنا لازم نبقى واقفين جنبهم. هيشوفوا وضع مختلف لما يلعبوا هنا في ملعبهم في وسط جمهورهم، لان انا مجموعه لعيبه، في مجموعه لعيبه مميزه، في مجموعه لعيبه على اعلى مستوى موجودين، واعتقد ان بيشاركوا في دوري ممتاز. يعني في لعيبه كتير من اللي موجودين في منتخب الشباب بيشاركوا في الدوري الممتاز، ودي اعتقد ساعدنا بشكل كبير. موضوع محتاج دعم، محتاج منهم هم قوه، محتاج منهم ان هم يكون عندهم دوافع، لازم يبقوا محددين كجهاز فني وكلعيبه هم عايزين ايه من البطوله. انا يمكن الكلام ده كنت في زياره للمنتخب واتكلمت مع اللعيبه، قلت لهم انتوا عندكم حاجتين. الحاجه الاولانيه انك انت بتدافع عن اسم بلدك وبتعمل انجاز ليك بيتذكر لك طول تاريخك، زي ما سبق ولعيبة كتير عملت انجازات قبل كده، واحنا حققنا البطولة دي قبل كده طبعا، يمكن اخرها كان مع كابتن ربيع ياسين او جيل كابتن ربيع ياسين. كل واحد موجود لازم يعرف قيمة التيشيرت اللي هو لابسه، قيمة تيشيرت منتخب مصر، ويلعبوا باقصى ما عندهم. انا اعتقد ان لو ده حصل احنا كجمهور هنبقى راضيين، لان في كرة القدم شيء مهم جدا. الناس لما بتشوفك ان انت بتبذل اقصى مجهود عندك، حتى لو النتيجه في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا، في فرق كتير بتادي بشكل كويس وممكن ما تحققش النتيجه، فكل واحد يادي بكل قوه وبكل امانه وبكل شرف، ولازم يعرف ان تيشيرت منتخب مصر ده هو الاهم بالنسبه له وبيكون له قيمه وهو لابس تيشيرت منتخب مصر. نصيحتي ان هو كل واحد ينزل يادي بشكل قوي جدا 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 بدون اي ضغوط، وفي النهايه النتيجه دي يسيب على ربنا سبحانه وتعالى. لو عملوا كده انا اعتقد ان شاء الله باذن الله يحققوا المطلوب منهم باذن الله. طبعا احنا ذاكرنا ثلاث فرق كويس قوي، واول فرقه موزمبيق احنا بناخد الماتش بماتشه، ذاكرناها كويس قوي قوي قوي. وطبعا كابتن محمود جابر عارفين احنا بنعمل ايه كويس وبنتمرن على ايه، وان شاء الله يعني خير باذن الله. ما عنديش اي شك في ان احنا قضيين، وده طول عمر مصر بتنظم البطوله بشكل جيد. اتمنى بقى ان شاء الله باذن الله دور اللعيبه باذن الله كمان ان هم يسعدونا ويفرحوا الشعب المصري كله بالكامل، ان هم يحققوا الهدف الاهم بالنسبه لهم الوصول لكاس العالم، وكمان تحقيق البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. احنا هنا في مفعول صحي لما تلعب في استاد القاهره وتلعب في وسط جماهيرك، اعتقد ده بيدي دفعه معنويه طول عمرنا المنتخبات المصريه او حتى الانديه لما بتلعب هنا في وسط جماهير وبتلعب في صدقية، انا اعتقد بيبقى ليه مفعول الصحي. فده اللي احنا نتمناه وده اللي احنا بننقله للاعبتنا، واللي نتمنى ان شاء الله باذن الله نبعد عن اي ضغوط، لعبوا بشكل قوي ولعبوا بروح عاليه، والنتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون في تسهيل بالنسبه للحضور الجماهيري، واتمنى واناشد ان طبعا استاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع الاتحاد المصري لكره القدم مع حتى الانديه ان هي تساهم في وجود الجماهير، ويكون الجماهير بكثافه كبيره طبعا لمسانده منتخب مصر. يعني في الاول وفي الاخر النجاح ده في الاخر لينا كلنا كبلد، لينا كلنا كمصريين، لينا كلنا كرياضه المصريه.